الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تعزيز دور صندوق تحيا مصر ودعم الفئات الأولى بالرعاية. مدبولي يؤكد أهمية استمرار التنسيق بين المسؤولين من مصر والأردن لمتابعة ما أسفر عنه اجتماع اللجنة العليا المشتركة. نحو 55 مليون مواطن أمريكي يواجهون خطر انقطاع التيار الكهربائي بسبب الطقس السيء. السادسة مساء الثالثة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا بكم، والبداية مع محمد المهدي. محمد برحب بك. شكرا لك ندى. أهلا بحضراتكم مشاهدي الكرام. وجه الرئيس السيسي بمواصلة تعزيز دور صندوق تحيا مصر باعتباره مكملا لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة ودعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى معيشتهم وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المجتمعية، وذلك بالشراكة مع أجهزة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص. توجيهات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماعه مع اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاجتماع تناول استعراض نشاط الصندوق والدور الذي يقوم به على صعيد العمل الاجتماعي والتنموي. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول استعراض نشاط صندوق تحيا مصر والدور الذي يقوم به على صعيد العمل الاجتماعي والتنموي، حيث تم عرض مجمل مساهمات الصندوق خلال الفترة الماضية وما يقدمه من خدمات للمواطنين في جميع أنحاء مصر. وتم في هذا الإطار الإشارة إلى العديد من الأنشطة التي قام بها الصندوق، ومن بينها دعم الأسر الأولى بالرعاية والأيتام وذوي الهمم، بالإضافة لتنظيم قوافل الحماية الاجتماعية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وتوفير المواد الغذائية والكساء والمستلزمات المعيشية المتنوعة للمستفيدين من خدمات الصندوق. أضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بمواصلة تعزيز دور صندوق تحيا مصر باعتباره مكملاً لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة ودعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى معيشتهم وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المجتمعية، وذلك بالشراكة مع أجهزة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ومن خلال الانتشار الجغرافي الواسع بما يصل بيد المساعدات التنموية والاجتماعية إلى جميع المستحقين في أنحاء الجمهورية كافة. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين مختلف المسؤولين من الجانبين المصري والأردني. وخلال ترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مقر مجلس الوزراء في مدينة العالمين الجديدة، أكد مدبولي ضرورة متابعة ما أسفر عنه اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن من توصيات وقرارات، وكذا ما تم توقيعه من وثائق للتعاون في مختلف المجالات وصولا لتحقيق أمال وتطلعات الشعبي البلدين الشقيقين. وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات الذي ينص على أن تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات تتكون من رقم موحد لكل عقار غير قابل للتكرار ويميزه عن غيره، كما نص المشروع على أن يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية. كما وافق المجلس على مد مدة وقف العمل بأحكام القانون الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى. ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروعي قراري رئيس الجمهورية بشأن اتفاقيتي تأسيس شركة أفريقيا 50 لتطوير المشروعات وتأسيس شركة أفريقيا 50 لتمويل المشروعات وانضمام مصر إلى الاتفاقيتين. شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء افتراضيا من مقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة تجربة حية لتأسيس أول شركة إلكترونيا عبر المنصة الرقمية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأكد رئيس الوزراء أهمية تأسيس الشركات عبر منصة إلكترونية موحدة، مشيرا إلى أنها كانت أحد أهم قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي عقد في مايو الماضي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرا أن ما تم تنفيذه في وقت قياسي وتمثل أيضا نقلة نوعية، حيث تفضي قدرا أكبر من مرونة الإجراءات بما يعزز خطط الدولة نحو تهيئة مناخ جاذب للاستثمار. ووجه مدبولي بضرورة الترويج لهذه الخدمة المهمة على نطاق أوسع لتعريف المستثمرين بالخطوات اللازمة للدخول إلى المنصة الإلكترونية واتباع كافة الخطوات وصولا إلى تأسيس الشركة إلكترونيا والتيسير عليهم، كما شدد على أهمية استمرارية هذه الخدمة المهمة وتوفير سبل الدعم الفني لتلافي أي مشكلات. شهد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي من مقر الحكومة بالعالمين الجديدة التوقيع على بروتوكول تعاون في مجال التدريب ورفع القدرات المهنية للعاملين بوزارة قطاع الأعمال والشركات التابعة لها. يأتي بروتوكول التعاون في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بشأن الاهتمام بالموارد البشرية وتنميتها والعمل على تنفيذ خطة تستهدف الإسراع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة مع التركيز على تنمية مهارات وقدرات العنصر البشري والعمل على تعزيز استثمارات الدولة وإصلاح وتطوير منظومة إدارة شركات قطاع الأعمال العام باستهداف تعزيز قدرات العاملين وتنمية مهاراتهم في القطاعات الاقتصادية كافة. كما شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات رفع جودة وكفاءة المستشفيات والمراكز الطبية والمرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان. تأتي مذكرة التفاهم انطلاقا من رؤية الدولة نحو تحسين وتلبية احتياجات القطاع الصحي في مصر بشكل مستدام وفقا لرؤية 2030. وتسهم مذكرة التفاهم في تعزيز أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجالات والأنشطة ذات الاهتمام المشترك. عقد الحوار الوطني 3 جلسات متخصصة وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث عقدت جلسة للجنة المحليات ضمن المحور السياسي، كما انعقدت جلسة للجنة الزراعة والأمن الغذائي ضمن المحور الاقتصادي، بالإضافة إلى جلسة للجنة الاستثمار الخاص ضمن المحور ذاته، وذلك بهدف الخروج بتوصيات نهائية ذات قابلية أكبر للتنفيذ تمهيدا لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني، ومن ثم ترفع للرئيس عبد الفتاح السيسي. انطلقت المرحلة الأولى من برنامج دعم العمالة غير المنتظمة والتي تستهدف تقديم قروض ل10,000 مشروع صغير ومتناهي الصغر ممول بالكامل من صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي. أكدت وزارة التضامن الاجتماعي السعي لتطبيق هذا البرنامج في 16 محافظة بهدف توفير فرص للتمكين الاقتصادي للعمالة إلى جانب تأهيلهم وتنمية قدراتهم وتدريبهم بالتعاون مع القطاع الخاص تمهيدا لإلحاقهم بسوق العمل، وكذا مساعدتهم ماليا وفنيا لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بجانب توفير أصول إنتاجية للمستفيدين من البرنامج. أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد مضاعفة الأهمية وإعطاء الأولوية لأعمال تنفيذ البنية التحتية اللازمة لمختلف أراضي مشروع تنمية واستزراع 1.5 مليون فدان قبل طرحها على صغار المزارعين أو المستثمرين، وذلك من منطلق الرغبة في سرعة تنمية الأراضي التي تقع تحت ولاية الشركة والتيسير على المنتفعين. كما أعلنت الشركة شق وتمهيد 500 كيلو طرق ومدقات بأراضي المشروع في محافظة المنيا. كما أعلنت أيضا انفاق ما يزيد على 2.8 مليار جنيه خلال العامين الماضيين على أعمال إرساء وتنفيذ البنية التحتية في مختلف مناطق مشروع 1.5 مليون فدان، بما يشمل حفر الآبار
ومد شبكات الري المحوري والري بالتنقيط لبعض المناطق وأعمال رصف الطرق والمدقات ومد شبكات الاتصالات بجميع مناطق الشركة، لافتة إلى قيام الشركة حالياً بتكثيف جهودها لإقامة مناطق خدمية وإدارية جديدة في مختلف المواقع التابعة للشركة. أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مبادرة تدريب السيدات على إنتاج الغذاء الآمن بقرية السد بمركز قليوب في محافظة القليوبية. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بكل محافظة الجمهورية وسعيا من أعضاء التحالف الوطني بالتأكيد على أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية وبالأخص المرأة الريفية. استفدت في الندوات بتاعتنا اللي احنا بناخدها ان احنا ازاي نعمل الغذاء الكامل الامن للاسره بتاعتي والبيتي والاولادي، ان احنا نعتمد على نفسنا في الاكل من عندنا من البيت او من الغيط اللي احنا عندنا زارعينه، ان احنا الخضر اللي احنا بنزرعه بنستفاد منه، بشوف الاكل الحاجه المفيده. استفدت حاجات كتير من المشروع، ان هو عملوا لي مشروع البط، دلوقتي بقيت يعني اوفر دخل لبيتي واساعد جوزي في المعيشه، وبعد وكمان حاجه ان انا وفرت غذاء امن لاولادي وعرفوني طبعا على الغذاء الامن وازاي ان انا اجيب الحاجات، في حاجات ما اقدرش اجيبها بس اوفرها من البيت، وجبه غذائيه متكامله للاطفال في البيت. يعني استفدت حاجات كتير قوي من المبادره. احنا النهارده في قريه السد، واحده من القرى اللي بنستهدفها في محافظه القليوبيه، بنبني قدرات الستات دي ناحيه ان هو يبقى عندهم ازاي معلومات صحيحه نحو انتاج غذاء امن قائم على سلاسل القيمه الغذائيه حسب المنطقه اللي هم فيها، ويقدروا كمان يمتلكوا مشروعات تدر دخل يحسنوا من ظروفهم الاقتصاديه. قامت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بمحافظة بني سويف وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتوزيع مشروعات صغيرة مدرة للدخل على السيدات المشاركات بالمشروع بمركز الفشن، وذلك في إطار تنفيذ مشروع نحو مجتمعات ريفية مصرية مرنة. استفادت 50 سيدة من أهالي القرية على مدار المشروع، بالإضافة إلى تنفيذ ندوة للتوعية للسيدات بأسس ومبادئ التربية الصحيحة لتربية الطيور، منها نوع البط وكيفية الاستفادة من تلك النماذج سواء اقتصاديا أو غذائيا. النهاردة متجمعين عشان خاطر نساعد أهالينا وزوجات الصغار المزارعين بقرية إقفاص في تبني نماذج زراعية مدرة للدخل، نماذج اقتصادية بسيطة بتقدر تساعد الأسرة على تكامل النموذج الغذائي وتوفير قيمة غذائية، وكمان بتقدر تكون مصدر دخل ثابت ومتجدد للأسرة. النهاردة بننفذ نشاط من أنشطة مشروع نحو مجتمعات ريفية مصرية مرنة. نشاط عبارة عن توزيع مشروعات صغيرة للسيدات بتساعدهم على زيادة الدخل الاقتصادي للأسرة. يعني كمان بنقدم ضمن الأنشطة في المشروع ده بنقدم فصول تغذية للسيدات. فصول التغذية عبارة عن استشاري بينزل يعرف السيدات دي بطرق التغذية السليمة ليهم ولأسرتهم، وبمعاملات كمان تعملها خلال المخزون اللي عندها أو المحصول اللي عندها تطلع بيه إنتاج كمان. خط المشروع وحلو
وكنا منه واحنا واسرتي وبعنا منه والمشروع حلو يعني الحمد لله يعني، ونتمنى المشروع حلو يتمنى على طول يعني. المشروع ده بناكل منه وبنشرب منه وبنبيع منه ومشروع حلو ليا ولولادي، واحنا طبعا انا كنت يعني ست كبيره وما بقدرش اعمل حاجه، بس البط دي خلاني اتنشطت وبقيت اروح اشتغل فيه وابيع واربي واكبر والحمد لله يعني استفدنا منه. نظمت حياة كريمة بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان في محافظة قنا قافلة طبية مجانية بقرية الصمت بحري التابعة لمركز دشنا في محافظة قنا. تمكنت القافلة من توقيع الكشف الطبي على أكثر من 1000 مواطن في كل التخصصات الطبية، فضلا عن إجراء الفحوصات المعملية انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية. النهاردة إن شاء الله معانا عدد من التخصصات، معانا تخصصات البطنة والأطفال والنساء وتنظيم الأسرة، تخصصات الرمد، تخصص الجراحة، بالإضافة برضو للأسنان وتخصصات تانية. ده بالإضافة إلى خدمات الطبية اللي بتقدم عن طريق القافلة الطبية، غير طبعا الكشف والعلاج المجاني. بيكون في ندوات التثقيف الصحي، بيكون في خدمة الأشعة، ويكون في خدمة المعمل، بالإضافة لكده برضو خدمة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، وبرضو خدمة قرارات نفقة الدولة. عيادات كاملة متنقلة فيها دكاترة نساء، فيها تنظيم أسرة، فيها دكاترة عيون للرمد وجميع أمراض العيون، فيها جميع التخصصات، فيها علاج مجاني بيتوزع على جميع الأهالي. طبعا دي مبادره من مبادره السيد الرئيس، بنشكر معاليه عليها. جيت اكشف العيون على عيني، عيني لاني مغدرش علي وما شايفش منه، فطبعا ادوني ورقه ببلاش ورحت اكشف، طبعا كشفت ببلاش وادوني علاج ببلاش، واشكر الرئيس السيسي اللي وفرنا كل حاجه ببلاش. السيد الرئيس ما مهتم بالصعيد وبقرى الصعيد وبالارياف، ومهتم بينا يعني ما سيبش في ايتها شيء، ما متاخرش معانا بايتها اشياء، والبركة في سيادة الرئيس ونناشده على المجهودات اللي عاملها لقرى الصعيد. عندنا مستشفيات ومهتم بينا ويعني عامل كل شيء كويس لقرى الصعيد. وبصراحة سيادة الرئيس ده ما مسيبناش دقيقة واحدة، ما بتأخرش معانا فايتها شيء. رحبت الأمم المتحدة بالمبادرات المدنية من جانب القوى السياسية في السودان، وخلال جلسة لمجلس الأمن بشأن التطورات في السودان، طالبت مساعدة أمين عام الأمم المتحدة بشأن أفريقيا مارثا بوبي باتخاذ إجراءات ملموسة لوقف العنف بالسودان، مؤكدة ضرورة العمل من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها، كما أعربت عن تأييد الجهود الدولية لجمع الأطراف السودانية على طاولة المفاوضات وحل الأزمة سياسيا. ومشاهدي الكرام، نتابع الآن مع حضراتكم على الهواء مباشرة من نيويورك تواصل جلسة مجلس الأمن بشأن التطورات في السودان. زيادة وقوع الضحايا والآثار الإنسانية، والصين تندد بهذه التطورات، وفي نفس الوقت فإن الجهود الدبلوماسية الرامية للوصول لحل سياسي للنزاع في السودان مستمرة. الصين تتمنى أن تتمكن الأطراف المعنية حفاظا على مصالح البلاد وشعبها من وقف إطلاق النار ووضع حد لهذا القتال بأسرع ما يمكن، ووقف التصعيد وحل كل الخلافات عبر الحوار. قالت المندوبة البريطانية لدى مجلس الأمن الدولي إن هناك تداعيات كارثية جراء القتال في السودان، وأشارت المندوبة البريطانية إلى أن هناك أكثر من 24 مليون شخص في السودان يحتاجون للمساعدة، وأن هناك قتالا متعمدا للمدنيين، داعية السلطات السودانية لمحاسبة مرتكبي تلك الجرائم الإنسانية. بدورها أعربت المندوبة الروسية في مجلس الأمن عن قلق موسكو جراء الوضع العدائي الراهن في السودان، ودعت المندوبة الروسية الأمم المتحدة للتصرف بشكل محايد تجاه الصراع في السودان ومن أجل إنقاذ مصير أكثر من 3 ملايين سوداني أصبحوا نازحين.
حذرت وكالة الأمم المتحدة من أزمة إنسانية في السودان، حيث يحتاج ما لا يقل عن 24 مليون شخص إلى المساعدات. وقال ممثلو منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية إن الغالبية يواجهون الجوع الشديد، منهم 6 ملايين على شفا المجاعة، فيما يحتاج نحو 14 مليون طفل إلى المساعدات الإنسانية، وأن 3 ملايين طفل سوداني من دون سن 5 يعانون من سوء التغذية. بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنيفي مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باتيلي تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا. يأتي اللقاء في إطار الاتصالات التي وعد باتيلي بتكثيفها مع مختلف الأطراف الليبية من أجل حشد الدعم للعملية السياسية التي يأمل الليبيون والأمم المتحدة أن تتوج بإجراء الانتخابات. قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسي سابادييل إن العمل أو عمل البعث مع المجلس الرئاسي مستمر من أجل الوصول إلى مرحلة استقرار دائم، مؤكدا أن البعثة بكامل أعضائها ستباشر أعمالها خلال الفترة القريبة المقبلة في العاصمة طرابلس. من جهته أشاد المجلس الرئاسي الليبي بدعم البعثة الأوروبية لجهود المجلس في مشروع المصالحة الوطنية وعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وجهود توحيد المؤسسات. قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو إن حلف الناتو حشد حوالي 360 ألف عسكريا قرب حدود دولة اتحاد روسيا وبيلاروسيا. وأضاف شويغو أنه يتمركز حوالي 360 ألف جندي من قوة دول أوروبا الشرقية و8 ألاف عربة مدرعة و6 ألاف منظومة مدفعية وهاون و650 مقاتلة ومروحية قرب حدود دولة الاتحاد. تعتزم بولندا نشر 2000 جندي إضافي لتعزيز حدودها الشرقية مع بيلاروسيا بحسب تصريحات نائب وزير الداخلية. وقال نائب وزير الداخلية إن وزارة الدفاع وافقت على هذا القرار إثر تلقي طلب من حرس الحدود في مواجهة محاولة مهاجرين عبور الحدود بأعداد قياسية. كان وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك وافق على نشر المزيد من الجنود على الحدود مع بيلاروسيا. قالت وسائل إعلام روسية إن أوكرانيا حاولت مهاجمة منشأة لتخزين الوقود النووي المستفد أو المستنفد من محطة زابروجيا النووية بطائرة مسيرة، مشيرة إلى أن القوات الروسية تصدت للطائرة المسيرة وتمكنت من إسقاطها بعد تحليل بيانات مسارها باتجاه محطة زابروجيا النووية. أعلنت إدارة الاتصالات الاستراتيجية بالجيش الأوكراني قصف مقر القيادة الروسية في مدينة نوفا كاخوفكا بمنطقة خيرسون. كانت قوات الدفاع الأوكرانية قد أعلنت أنها قامت بالقضاء على 251,620 روسيا منذ بدء العملية الروسية، بما في ذلك القضاء على 820 روسيا في اليوم الماضي وحده. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نجحت في صد 3 هجمات على محور زابوروجيا شنتها المجموعات الهجومية للواء 46 الجوي الأوكراني. وفي بيان للدفاع الروسية قالت إن كييف خسرت ما يصل إلى 40 جنديا أوكرانيا و3 مركبات قتالية مدرعة،
وأربع سيارات، موضحة أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي تمكنت من تدمير 6500 طائرة مسيرة أوكرانية منذ بدء العملية العسكرية نهاية فبراير من العام الماضي. قالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إن نيجيريا ودولا إفريقية أخرى عليها الاستعداد لزيادة كلفة فاتورة الغذاء بسبب قرار روسيا الأخير بالانسحاب من اتفاقية البحر الأسود لتصدير الحبوب. وقالت نائبة مدير السياسة والبرامج في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إن الوكالة تدرس حاليا طرقا جديدة لتصدير الحبوب من أوكرانيا عبر نهر الدانوب والسكك الحديدية والطرق البرية. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على كيانات بيلاروسية، وقالت إن العقوبات استهدفت عدة كيانات تشارك في قمع المجتمع المدني والحرب الروسية على أوكرانيا، مشيرة إلى أن الكيانات المحظورة تشمل ثلاث شركات مملوكة لبيلاروسيا ووكالة حكومية بيلاروسية واحدة وغيرها. اتهم المجلس الانتقالي في النيجر قوات الجيش الفرنسي بمهاجمة موقع للقوات المسلحة لتحرير من وصفوهم بالإرهابيين. وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، اتهم قادة المجلس الانتقالي فرنسا بخرق مجالهم الجوي الذي أغلقه المجلس الانتقالي والتورط في هجمات لزعزعة استقرار البلاد. أشار المجلس الانتقالي إلى أنهم في حالة تأهب قصوى، مطالبا الشعب بالالتفاف حول الجيش. يعقد تجمع تعاون دول غرب أفريقيا إكواس قمة طارئة لقادة دول التجمع غدا الخميس في العاصمة النيجيرية لبحث التطورات في النيجر. وأعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة النيجيرية في مؤتمر صحفي عقده أن الرئيس النيجيري قد أعطى توجيهاته لبنك نيجيريا المركزي بتفعيل حزمة العقوبات ضد النيجر على ضوء البروتوكول الصادر عن الإكواس. وأضاف أن هذا الإجراء يأتي بعد انتهاء مهلة الأيام السبعة يوم الأحد الماضي، وهي المهلة التي أعطاها قادة التجمع غرب أفريقيا للمسؤولين حاليا في النيجر. نفى الرئيس الفلبيني فرناند ماركوس جونيور مزاعم الصين بأن الفلبين وعدت بإزالة سفينتها العسكرية العالقة في جزيرة أونجين شول. كانت الصين قد حثت الفلبين على سحب سفينة معطلة أوقفتها عمدا قبل عقدين في جزيرة مرجانية متنازع عليها في بحر الصين الجنوبية. قالت وزارة الدفاع التايوانية إن 10 طائرات تابعة للقوات الجوية الصينية دخلت منطقة الدفاع الجوي للجزيرة اليوم برفقة 5 سفن حربية صينية تشارك في دوريات الاستعداد القتالي في ثاني توغل من نوعه هذا الأسبوع. وأضافت الوزارة أن 10 من بين هذه الطائرات إما عبرت الخط الذي يقسم مضيق تايوان، وكان في السابق بمثابة حاجز غير رسمي بين الجانبين، أو دخلت الجزء الجنوبي الغربي من منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية، مشيرة إلى أن الجيش التايواني أرسل سفنا وطائرات لمراقبة الوضع. قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن الصين وروسيا وجهتا استفسارات فنية لليابان بشأن خطتها لصرف المياه المشعة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية في البحر. وشددت الخارجية الصينية أيضا على أن اليابان إذا كانت جادة في معالجة مخاوف جيرانها فيتعين عليها وقف خطة الصرف فورا ومناقشة جميع الخيارات الممكنة للتخلص الآمن من هذه المياه.
أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية بأن الصين أخطرت اليابان بأنها تدرس إجراء محادثات بين قادتها في إندونيسيا في شهر سبتمبر، وأشارت إلى أن الاجتماع سيعقد بين رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ورئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ على هامش اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا. احتشد العديد من المواطنين في اليابان في حديقة ناغازاكي للسلام لإحياء ذكرى السنوية رقم 78 لكارثة تعرضت المدينة لقصف بقنبلة ذرية، وتسبب الإشعاع وموجة الانفجار من القصف الذي تعرضت له المدينة في مقتل حوالي 70,000 شخص. وقفت مدينة ناغازاكي دقيقة صمت تخليدا لإلقاء ثاني قنبلة نووية في التاريخ على المدينة سنة 1945، واحتشد العديد من المواطنين في اليابان في حديقة ناغازاكي للسلام لإحياء ذكرى الكارثة، حيث وقف الحضور دقيقة صمت في تمام الساعة 11:02 بالتوقيت المحلي لليابان، وهي اللحظة التي انفجرت فيها القنبلة في 9 أغسطس 1945، وتسبب الإشعاع وموجة الانفجار من القصف الذي تعرضت له المدينة في مقتل نحو 70,000 شخص، بينما يعاني الكثير ممن نجوا من مرض السرطان وأمراض أخرى مرتبطة بتعرضهم للإشعاع. واستسلمت اليابان بعد 6 أيام من إلقاء القنبلة النووية في 15 أغسطس، منهية العدوان العسكري الذي أوصلها إلى الحرب العالمية الثانية. كان آلاف الأشخاص قد احتشدوا يوم الأحد الماضي في حديقة السلام التذكارية بمدينة هيروشيما اليابانية أيضاً لإحياء الذكرى السنوية رقم 78 لكارثة تعرض المدينة لقصف بقنبلة ذرية، وذلك بمشاركة حوالي 50,000 شخص وممثلين من أكثر من 100 دولة وبعض الوكالات الدولية. قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إنه سيوصي الرئيس بحل البرلمان، مما يفسح المجال أمام إجراء انتخابات عامة في الدولة التي تعاني من أزمات سياسية واقتصادية. ومن المقرر أن تنتهي ولاية البرلمان ومدتها 5 سنوات في 12 شهر أغسطس الحالي، لكن هذه الخطوة ستحل المجلس قبل انتهاء ولايته ب3 أيام. ويجب أن يصدق الرئيس عارف علوي على توصية شريف وأن تجرى الانتخابات في غضون 90 يوما تحت إشراف حكومة تصريف أعمال. قالت السلطات الفرنسية إنه تم انتشال 9 جثث من موقع حريق في دار لذوي الاحتياجات الخاصة شرقي البلاد. كانت وسائل الإعلام قد أفادت باندلاع حريق في منزل المعاقين في مدينة وينسنيهايم بإقليم الراين الأعلى والواقع في منطقة الألز في فرنسا، مما تسبب في فقدان 11 شخصا من نزلاء هذا المكان. دعت اليونيسف لإنشاء مسارات قانونية أكثر أمانا للهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ التي تساعد على منع الوفيات في البحر المتوسط. قال المسؤول الأممي للاستجابة الوطنية في إيطاليا نيكولا أرسبريت إن العديد من السفن تغرق على معبر وسط البحر الأبيض المتوسط ولا ينجو منها أحد، مما يجعل العدد الحقيقي للقتلى من الأطفال على أعلى بكثير، مبديا حزنه إزاء مقتل عدد من الأشخاص نتيجة غرق قارب قبالة سواحل لامبيدوزا بإيطاليا، ومشيرا أيضا إلى أن الأشهر 6 الأولى من العام الحالي شهدت وفاة أو اختفاء ما لا يقل عن 289 طفلا. قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم إن المنظمة تتعقب حاليا عدة سلالات من فيروس كورونا تنتشر في الولايات المتحدة وبريطانيا. وأضاف تيدروس أن هناك مخاطر من ظهور سلالة أخطر يمكن أن تتسبب في زيادة مفاجئة في عدد الإصابات والوفيات، مشيرا إلى أن المنظمة ستنشر في وقت لاحق
تقارير يقيم مخاطر السلالة الجديدة. كانت منظمة قد أصدرت مجموعة من التوصيات الدائمة المتعلقة بكوفيد-19 والتي حثت فيها الدول على مواصلة تسجيل البيانات بشأن المرض وخصوصا عدد الوفيات الناجمة عنه ومدى انتشاره، كما أوصت بمواصلة تقديم التطعيم. يواصل كتاب السيناريو في هوليود إضرابهم الذي استمر لمئة يوم في ظل توقف المحادثات مع استديوهات الإنتاج واستياء المشاركين في الاحتجاج، مما وصفوه بأنه تجاهل لمطالبهم. بدأ الإضراب في الثاني من شهر مايو بعدما فشلت المفاوضات بين نقابة الكتاب الأمريكية وكبرى استديوهات الإنتاج في التوصل إلى اتفاق حول التعويضات والحد الأدنى لعدد الكتاب في أي عمل والمدفوعات في عصر منصات البث عبر الإنترنت وأمور أخرى. ويسعى الكتاب أيضا إلى تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي الذي يخشون أن يحل محل محتواهم الإبداعي. يواجه نحو 55 مليون مواطن أمريكي خطر انقطاع التيار الكهربائي في البلاد، ذات ذلك فيما أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في الولايات المتحدة 3 تحذيرات من إعصار في جميع أنحاء الولاية بسبب عاصفة، كما ألغيت أكثر من 500 رحلة جوية من مطار هارتسفيلد الدولي في أتلانتا الأمريكية، فيما انقطعت الكهرباء عن مناطق عديدة في المدينة، وذلك بعد تعرض ولاية جورجيا لعدة عواصف رعدية. ورفعت سلطات الولاية حالة الطوارئ إلى الدرجة الثالثة لمواجهة تلك التداعيات. اجتاحت عواصف مطيرة شديدة ورياح عاتية أجزاء من نيو إنجلاند وضربت شرق الولايات المتحدة الأمريكية، مما أسفر عن مقتل شخصين، كما أدى الطقس القاسي إلى إغراق الطرق وتعطيل النقل العام في ولاية ماساتشوستس وتعطل بعض الخدمات في منطقة بوستون بسبب الأمطار الغزيرة. كانت هيئة الأرصاد الوطنية قد أعلنت أن إعصارا ضرب مدينة ماتابويست الساحلية في جنوب شرق ولاية ماساتشوستس، كما قال مسؤولون في المدينة إن الإعصار ألحق أضرارا بالمنازل والمركبات وأسقط الأشجار وخطوط الكهرباء ومحطة معالجة المياه. مشاهدينا، ننتقل مباشرة إلى نيويورك، نتابع كلمة مندوب السودان أمام جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن السودان. الأوضاع الإنسانية التي أفرزتها الحرب والنتج عنها من التعقيدات والتحديات الأمنية التي يتم التعامل معها بالمسؤولية والمرونة والواقعية، وقد ظهر هذا الحرص والاهتمام بشكل عملي من خلال الآليات التالية. تم تشكيل لجنة عليا لمعالجة الوضع الإنساني برئاسة وزير الرعاية الاجتماعية وعضوية مفوض عام العون الإنساني الذي يشارك في مفاوضات جدة بجانب سفراء ودبلوماسيين أوفدتهم وزارة الخارجية للعمل ضمن عضوية اللجنة في بورت سودان، وهم موجودون هناك. على مستوى البحث في نيويورك، اعتبرت آلية الاجتماعات التشاورية الدورية مع مكتب أوتشا أداة فعالة للتنسيق والتشاور، قد أسهم هذا التعاون المستمر في تسهيل حصول مسؤولين أمميين كبار ومسؤولين في أوتشا وغيرهم على تأشيرات دخول في وقت قياسي رغم الطوارئ الموجودة حاليا في السودان. كما ساعدت البعثة في تسريع شحنات مساعدات في ميناء بورت سودان، حيث تم ترتيب لقاءات رفيعة لهؤلاء المسؤولين بالسيد وزير الخارجية المقيم في بورت سودان حاليا والمسؤولين في بورت سودان، ووافقت حكومة السودان على تقديم المساعدات عبر الحدود
مع تشاد رغم المخاوف الأمنية، حيث وصلت أول شحنة مساعدات غذائية عبر برنامج الغذاء العالمي إلى ولاية غرب دارفور الأسبوع الماضي. أكملت السلطات في بور سودان كل الإجراءات الخاصة بتحرك أكثر من 580 شاحنة تتبع للأمم المتحدة تحمل مساعدات إنسانية تبلغ حمولتها آلاف الأطنان المترية، ضمن عملية إغاثة أمكن تنفيذها مؤخرا، وبإمكاننا أن نقدم الدليل المكتوب في ذلك لمن رغب. ينبغي النظر للتعامل مع الأمم المتحدة ممثلة في أوشا في معالجة الأوضاع الإنسانية من خلال التعاون والتنسيق مع الدولة المتأثرة وفقا للأولويات التي تحددها والاحتياجات التي تقدرها، وأن يمتد هذا التعاون ليشمل المسائل الأخرى المتعلقة بتحديد الأولويات والنطاق الجغرافي لتوزيع المساعدات وكيفية توزيع المساعدات وحمايتها، وذلك وفقا لقرار الجمعية العامة بالرقم 182/64/91. إن التعاون سيدة الرئيسة عملية مستمرة وقابلة للتحسين والتفاهم المشترك، وليس مجرد تلبية طلبات مرحلية. ما يهمنا هنا النظر إلى الصورة الكلية والتأكيد على تعاون السودان مع الأمم المتحدة، وقد أوضحنا ذلك للسيد الأمين العام. وفي هذا السياق لا بد من توضيح المسائل التالية: إن حدوث تأخير في الحصول على التأشيرة أو قيام الحكومة باتخاذ إجراءات بهدف ضمان سلامة وأمن العاملين أو المساعدات الإنسانية في ظل ظروف الحرب ينبغي ألا ينظر إليه من باب المعوقات البيروقراطية (bureaucratic access impediments). إن قضايا أخرى ساهمت في إبطاء تقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية مثل ضعف التمويل وسد الفجوة المالية البالغة أكثر من 70% من التعهدات التي تم قطعها ونذرها في ووعدها في جنيف التي بلغت $1.5 بليون. ونرى إن التعهدات التي قدمت للمساعدة وإجراءاتها أصابها البطء مع تعقيد عمليات الاستجابة بسبب طبيعة النظام الذي يمر بسلسلة من العمليات والتقييمات قد ساعد في الحد من الوصول المساعدات في الوقت المناسب. السيدة الرئيسة، لمزيد من التحسين في الأداء والوصول للغايات المنشودة في الجانب الإنساني، تتطلب مقتضيات التعاون بين حكومة السودان والأمم المتحدة مراعاة المرونة والواقعية والشراكة القائمة، فحكومة السودان هي في وضع أفضل لتقدير الاحتياجات وتحديد الأولويات والإشراف على التوزيع وفق النهج الغذائي المعتمد لأهل السودان. وهناك بعض المسائل التي تتطلب مرونة لأن نتائجها تمس الحكومة، مثل مرافقة القوافل الإنسانية تأمينا لها وللطواقم الإنسانية والطبية من الهجمات، حيث بلغ عدد الذين سقطوا من الموظفين في الحقل الإنساني 18. ولذلك تصر حكومة السودان على مرافقة القوافل حتى تبلغ مواقعها من المحتاجين، وليس ذلك قهرا لعمل المنظمات الطوعية الإنسانية. وبالتالي نؤمن لها أو تؤمن حكومة السودان لكل الطواقم الإنسانية والطبية درءا من الهجمات والضرورات الأمنية التي تفرض على الحكومة اتخاذ التحوطات اللازمة التي قد تأخذ في بعض الأحيان وقتا، وهذا أمر طبيعي ينبغي ألا يكون محلا للخلاف. هذا بجانب دور الحكومة والسلطات المحلية في تحديد الأولويات والتوزيع الجغرافي للمساعدات، مع الأخذ في الاعتبار المجتمعات المستضيفة في ولاية الجزيرة والنيل الأبيض والشمالية ونهر النيل والنيل الأزرق، وعدم تسييس العمل الإنساني. أما فيما يخص الموقف من المبادرات والمسار السياسي الذي تطرقت إليه بيانات الوفود، يرحب السودان بمبادرة الاتحاد الأفريقي التي توصلت إلى خارطة طريق تتضمن عناصر من بينها تنسيق جهود كافة الشركاء الإقليميين والدوليين في آلية موسعة، والوقف الفوري والدائم للأعمال العدائية وإيصال المساعدات الإنسانية واحترام القانون الدولي الإنساني واستئناف عملية سياسية شمولية من أجل حكومة ديمقراطية. سيد الرئيسة، إن المبادرات الموسعة والمتعددة تثير الربكة، وليس بالضرورة أن يكون حظ الآلية الموسعة في النجاح أكبر من المبادرة التي تنال رضاء الحكومة السودانية وتحافظ على سيادته وترغب في الاستماع إلى موقفه. في الاجتماع الذي عقده مجلس السلم والأمن والشؤون السياسية في أديس أبابا في نهاية مايو الماضي، جرت الإشارة بإيجابية منبر أو مسار جدة الذي أسفر عن عدد من الهدنات قصيرة المدى
وأكدت الإيجاد التزامها بتعزيز السلام في السودان، ورحبت بمسار جدة كمسهل للمحادثات بين طرفي النزاع وتأمين عملية سلام موحدة وشاملة برعاية الاتحاد الأفريقي وإيجاد والجامعة العربية والأمم المتحدة لدعم المسار الذي يختاره أهل السودان بعد توقف العدائيات والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، ونأمل أن يكون ذلك قريبا. سيد الرئيس، معلوم أن مسار جدة مقتصر على معالجة الأوضاع الإنسانية وإدارة مسألة الإغاثة ووضع حد للعمليات العسكرية، ولا يهدف بالأساس إلى إجراء محادثات سياسية. إن الحرب الراهنة غيرت خارطة ديناميات السياسة والرؤية المستقبلية في السودان، والأقرب إلى التحقق هو بروز قيادات وطنية مدنية جديدة تؤلف حكومة تكنوقراط مستقلة وتشرف على انتخابات عامة بدون مماطلة، لتفرز التالي: إكمال مسار الانتقال السياسي بأهداف محددة وأهمها إجراء الانتخابات. وفي هذا يرحب السودان بدعم وإشراف الأمم المتحدة على هذه الانتخابات، ضمان عودة الجيش إلى السكنات والقيام بدوره الطبيعي والدستوري في الدفاع عن الوطن وسلامته الإقليمية ووحدة أراضيه، ودعم الحكومة الجديدة الوطنية من تحالف وطني جديد لم يدعو إلى الحرب ولم يشرح لها صدرا ولم يدعم عملية العدوان الشامل والإزاحة الديموغرافية للسودانيين من وطنهم بقوة السلاح، ولم ينتهب أموالهم ولم يدنس حرمة نسائهم الحرائر. بدء حوار سياسي قومي جامع مانع لا يشبه حوارات بيزنطة السابقة لتحديد المسار الديمقراطي وأجندة إعادة البناء والإعمار والتنمية وإحلال السلام. إن أزمة السودان الحالية السيد الرئيس لا تحلها آليات موسعة تربك المسار بمختلف المكونات الإقليمية والدولية مثل سفينة تايتانيك حيث يكون مصيرها الغرق. كل من أراد المساهمة في حل الأزمة السودانية عليه أن يضمن سيادته وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي، ويبتعد عن تنزيل الوصفات وفق صيغة آمرة. السودان سيد نفسه في السلم والحرب، ويمد يده مجددا إلى إخوته الأفارقة والعرب وغيرهم، فهم الأعرف بتقاليده وأعرافه ومثله وقيمه. وإذا أرادت دول الجوار إحراز تقدم في حل الإشكالية الراهنة، ينبغي عليهم الإصغاء إلى صوت السودان وهو يكابد أشرس معركة من أجل البقاء عبر تاريخه. وكما بدأ السودان في أبريل برفض التدخل الأجنبي من أي جهة كانت في شؤونه الداخلية، إلا أنه يتمتع بالمرونة اللازمة لتحقيق السلام مع قلب مفتوح لاستئناف المسار السياسي وفق أطروحة جديدة وتحالف وطني عريض، مؤمنا على الدور القيادي الذي يلعبه المدنيون والنساء والشباب في قيادة الحكومات الوطنية لما بعد الحرب. سيد الرئيس، في هذا الإطار يلتزم السودان بالعمل من أجل السلام والتمسك بإعلان المبادئ الموقعة في جدة في 11 مايو، وحماية المدنيين وتسهيل المرور الآمن للمساعدات الإنسانية في كافة أرجاء البلاد ضمن الوفاء بالمطلوبات السيادية ومراعاة قوانين البلاد. توقفت المفاوضات غير المباشرة مع قوات التمرد بمنبر جدة برعاية المملكة العربية السعودية وأمريكا لتعنت ميليشيا التمرد وعدم التزامها بمقررات المنبر المتفق عليها، والتي تتمثل في خروجهم من منازل المواطنين والمراكز الخدمية الصحية التعليمية والرياضية بالأحياء المختلفة. إن القوات المسلحة السودانية ملتزمة بمواصلة المنبر متى ما التزمت قوات التمرد بالخروج من المرافق التي ذكرناها. إن الشعب السوداني السيد الرئيس الذي تشتت في الأمصار والأخطار جراء العدوان الغاشم وبقى معظمه بالداخل يعاني من تغول الميليشيا المتفلتة ومن ضنك الحياة والعيش، وهو صاحب السيادة والمصلحة الحقيقية، وأن حكومة السودان تتعامل مع الضربة العشوائية المدفعي الذي تشنه الميليشيا المتفلتة في أم درمان وغيرها من المدن والمناطق في أنحاء السودان، وتهدف إلى تشريد المواطنين من ديارهم ضمن مخطط استيطاني يقوم بعمليات تزوير وتحوير وتجريف الهوية، وما تزال تعمل على ضرب الاقتصاد ونهب الممتلكات بعد أن تم نهب البنوك وما فيها من ذهب وودائع. إن استمرار هذا المخطط سيعصف بسلام منطقة وادي النيل والبحر الأحمر والقرن الأفريقي وشرق أفريقيا والساحل، ولذلك فإن هذا الجزء المتمرد من قوات الدعم السريع سوف يتعامل معه بقوانين القوات المسلحة. إن تواصل هذه العمليات التي صنفتها منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وأدانتها الدول وكشفت عنها التقارير
ووعد مدعي عام المحكمة الجنائية بفتح التحقيق بشأنها صنف من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ولذلك تدرس الحكومة السودانية حاليا كيفية التعاون مع مدعي عام المحكمة الجنائية في التحقيق في هذه الاعتداءات المكشوفة والمشهود عليها، ولذلك فهي السبب الرئيس الذي يحول دون وقف الحرب لعدم التزام المتفلتين بوقف إطلاق النار، بل العمل على ترفيع مستوى التسلح عبر الحدود واعتماد أسلوب الحرب النقالة من موقع لآخر. وقد تم إنشاء لجنة في هذا الصدد لجرائم الحرب وانتهاكات الميليشيا المتمردة. سيدة الرئيسة، هل تعلمين أن دولة إقليمية أرسلت 6000 مقاتل للوقوف ضد القوات المسلحة لدعم وتدعم الميليشيا المتفلتة؟ ولا أريد أن أجود الحقائق التي توصلنا إليها والتي قلت لكم في جلسة سابقة سيأتي يوم الجرد عليها، ولكن تعلن الحكومة السودانية مجددا قبولها لأي مبادرة جادة وتواصل تعاونها مع الأمم المتحدة ومع القوى والمنظمات الإقليمية ودول الجوار بهدف وقف الحرب، لا سيما أن صوت غالبية أهل السودان يطالب ويؤازر عملية إنهاء التمرد بعد أن ذاق الويلات من العمليات العدوانية وتحالف 20,000 سجين مع تجار المخدرات والعناصر المتفلتة للقضاء على رفاههم وتغريبهم عن وطنهم. فالأحداث المروعة التي شهدتها ولاية غرب دارفور ومدينة الجنينة وشرقي ووسط دارفور ومنطقة سيربا وزالينجي خير دليل على أهداف تلك المجموعات المارقة المتحالفة مع مرتزقة أجانب. نؤكد أن العمليات الإنسانية الأممية أو الثنائية تنساب بشكل سلس، ونملك الأدلة على ذلك، وتصل إلى المحتاجين في كل مناطق السودان. ويرفض السودان كذلك التقحم على سيادته بمختلف البواعث، لا سيما المواقف الإنفرادية التي تنادي بمواقف لم يوافق عليها السودان، وأن السودان كان شريكا في أكبر عملية أممية في أواسط الثمانينات في عملية شريان الحياة، لا يحتاج إلى دروس في التعاطي مع المكونات الإقليمية والدولية. وإننا نستنكر هذه المواقف لأنها لا تساعد على صنع السلام أو وقف الحرب المفروضة على السودان. سيد الرئيسة، يشيد السودان بجهود جامعة الدول العربية والشقيقة مصر وعملها على بحث السبل الناجعة لوقف الحرب والحفاظ على مقدرات الشعب السوداني ووحدة أراضيه، ونناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الكبرى أن تدعم الدولة السودانية وهي تواجه غزوا مدعوما خارجيا، والتضامن التام مع الشعب السوداني في مهنته ودعم مسار جدة للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم ومستدام، ودعم خيار الشعب السوداني فيما يخص العملية السياسية الجديدة، ودعم الحكومة الوطنية التي ستفرزها في خاتمة المطاف لتحقيق التوافقات الوطنية ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والإصلاح السياسي وتحقيق الديمقراطية عبر الانتخابات النزيهة، ودعم جهود تأمين الأمن الغذائي حيث يشهد السودان تكافلا فريدا في اقتسام لقمة العيش. رحبت حكومة السودان بقمة دول الجوار المنعقدة بالقاهرة في 13 يوليو وبيانها المتوازن، وسوف تتعامل مع الآلية الوزارية المنبثقة عنها اتساقا مع ترحيبها بمسار جدة. وقد انعقد أول اجتماع للآلية في تشاد بالعاصمة التشادية، وأصدر بيانها الختامي بمشاركة وزراء الخارجية. ولذلك سوف يعمل السودان مع كافة الأطراف الساعية لوقف الحرب وعودة الأمن واستتباب حكم القانون، وأن القوات المسلحة أبدت استعدادها التام لوقف العمليات العسكرية الدفاعية سرعان ما تلتزم الميليشيات المتمردة بوقف مهاجمة المساكن والأحياء والأعيان المدنية والمرافق الحكومية وقطع الطريق وعمال النهب الموثقة. إن قوات الدعم شنت مع الميليشيات المتحالفة حملة عنف للسيطرة على بعض المدن الكبرى وقطع طرق التجارة في دارفور، استخدمت فيها المدفعية الثقيلة بشكل عشوائي في المناطق الحضرية، ونسقت هجماتها البرية مع ميليشيات متحالفة، وقاموا بتهجير سكان الريف قسرا مع حرق المساكن كجزء من استراتيجية للتوسع في حيازة الأراضي، حيث عملت على قطع بعض الطرق الرئيسية بين دارفور وتشاد وأفريقيا الوسطى والعديد من المدن الرئيسة مثل زالينجي والفاشر. ونفذت تلك القوات مدعومة بالميليشيات الحليفة هجمات منسقة باستخدام المدفعية الثقيلة، استهدفت المدنيين في أحياء المساليت بشكل رئيس، بما في ذلك أعمال القتل الجماعي والعنف الجنسي والاستهداف الممنهج لمواقع تجمعات النازحين، مما أدى إلى زيادة موجة النزوح القسري. بعد توقف
المفاوضات غير المباشرة مع ميليشيا الدعم بسبب تعنتها بالبقاء في المؤسسات الصحية، استمرت المواجهات العسكرية في العاصمة الخرطوم وبعض المناطق بولاية غرب السودان. تمسك الحكومة السودانية بزمام المبادرة العسكرية والأمنية، تتواصل مع كافة القوى الوطنية والدولية من أجل إنهاء الحرب وإنهاء معاناة المواطنين، تؤكد جاهزيتها لقبول أي مبادرة تؤدي إلى إنهاء التمرد ووقف الحرب، وتجدد دعم ومؤازرة كل قوى المجتمع السوداني الذي يرفض استمرار الشراكة السياسية القديمة في أي معادلة سياسية أو أمنية. السيدة الرئيسة، تسيطر القوات المسلحة على كل المناطق العسكرية بالولايات، ولا زالت هنالك بعض المناوشات من قبل ميليشيا التمرد في بعض المدن بالولايات كالفاشر والأبيض والجنينة، وبادرت الحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو بالهجوم على ولاية جنوب دارفور وبعض المناطق بالنيل الأبيض، إلا أن القوات المسلحة تمكنت من صد الهجوم. أشكركم على تعاونكم، والسودان مستعد للتحدث مع أي وفد من تلك الوفود الموقرة إذا كانت لديه أي خطة لوقف الحرب في السودان، مع ضمان أن القوات المسلحة تستجيب لأي مبادرة إيجابية تتضمن ما ذكرته لكم هنا. شكرا لكم. أشكر مندوب السودان على بيانه. لا توجد أسماء أخرى على القائمة، وعليه رفعت الجلسة. إذن مشاهدينا الكرام، بهذا الجانب من جلسة مجلس الأمن حول السودان نكون قد وصلنا لختام هذه الجولة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز وأهم عناوينها. الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تعزيز دور صندوق تحيا مصر ودعم الفئات الأولى بالرعاية. مدبولي يؤكد أهمية استمرار التنسيق بين المسؤولين من مصر والأردن لمتابعة ما أسفر عنه اجتماع اللجنة العليا المشتركة. نحو 55 مليون مواطن أمريكي يواجهون خطر انقطاع التيار الكهربائي بسبب الطقس السيء. لمزيد من المتابعة والأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. نشكر لكم طيب المتابعة، ولكم تحيات زميلتي ندى رضا وتحيات محمد المهدي وفريق العمل. إلى اللقاء.